رياض يا رياض سجلوها يا رياض سجلوها يا رياض سجلوها يا رياض سجلوها يا رياض يلعب مع زفان 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 مازال يرجع للخلف لسفيان سفيان زفان مرة أخرى زفان يطلبها عدلان قديورة وين رايح يا زفان وين رايح يا مهدي يطلبها بن ناصر وصلته من هنالك رجعوا لاعبين الناجرين بن ناصر دخل بن ناصر جول بن ناصر وبا با 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 القائم بن ناصر والعارضة الأفقية تصد اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل عندي اخي اسمه اسماعيل وانت كذلك اخ عزيز يا اسماعيل يا سلام على هذا الصاروخ ضربت في العارضة الأفقية اي يا 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 معليش يا جمال معليش يا جمال الكرة لأكبيوي الكرة لأكبيوي يرسلها بعيدة رياض محرز للتماس لصالح المنتخب الجزائري جمال حسن بالعمري رجعنا الآن في هذه اللحظات رجعوا النيجيريين حذري الآن جمال بالعمري يلعب ليوسف بليلي راحت لإسماعيل بن ناصر إسماعيل مع يوسف اطلبها رياض وصلها رياض ادخل رياض بابا 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 رياض زدت وحدة يا رياض إسماعيل بن ناصر مش بالمعنى القتل لا 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 يعني حبيت نقول بأنه راح نقضيه عليهم كرويا وفنيا في هذه اللقطة يا رياضة لو حطيتها في الجول يا رياضة يا رياضة مخالفة على خط ال 18 إسماعيل بن ناصر لرياض الكرة في المخالفة يا سلام هل ستدخل أندي دولور أم تخلي رياض هو اللي ينفذها يا جمال خلى بعد علي يقول لهم جمال خلوني خلوني يقول لهم جمال رياض محرز والكرة الأخيرة في التسعين دقيقة رياض محرز وكرة الهدف الأول ثاني يا سلام رياض يستعد القلوب كلها معلقة ووقفة هنا يا سلام عليك يا رياض لو تخلصنا من الوقت الإضافي يا سلام يا رياض لو تخلصنا من الوقت الإضافي يا رياض لو تفعلها يا رياض لو تفعلها يا رياض لو تفعلها المخالفة بين رياض محرز ويوسف بليلي هي الكرة الأخيرة والفرصة الأخيرة الحكم يقول لكم كصمة لازم تحترموا المسافة القانونية غير محترمة المسافة سيد الحكم غير محترمة رياض محرز يستعيد لتنفيذ هذه المخالفة حطها في الجول يا رياض 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 شكرا لجنود بالماضي على هذه الأيام الجميلة.
للجماهير الجزائرية الوفية، شكرا لجماهير مصر التي وقفت معنا بكل محافظاتها ولكل من شجعنا ولكل من شجعنا وساندنا. يا سلام على هذه الجزائر، يا سلام يا سلام على هذا التأهل، يا سلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. قهرنا وفزنا عليهم. يا رياض هدفك من دف، يا رياض هدفك من دف. فزنا على نيجيريا ناس، وصلنا للمباراة النهائية. شكرا يا ابن ماضي ولكل جنودك، شكرا لكم أيها الجماهير العاشقة الوفية.